تنشكر الجماهير الرجويه كاملا من طنجه حتى للكويره، وبفضل اللعابه الرجويين حتى هما تنعطيهم الشكر الكامل، وتنتمنى المزيد من العطاء للجمهور الرجاوي والفريق الرجاوي من هذه المقابله هذه اللي دارت. والحمد لله على كل حال، المهم خسروا ولا ربحوا كتبقى الرجا هي الرجا، وتيبقوا الفرق المغاربه كاملين من طنجه حتى للكويره حتى هما نتمنى لهم المزيد من العطاء ويوصلوا حتى هما بحال هذا المستوى هذه. وشكرا وديما رجاء خير. ولكن شفتوا المقابله هذه مازالت مزيانه، والرجاء فرحوا الشعب المغربي باكمله، وهذا في حد ذاته يبقى انجاز كبير، والنهايه ففرحوا الجمهور المغربي كامل صراحه. كنشكر فريق الرجاء على هذا الانجاز اللي دار، فرحوا جميع المغاربه فرحه ما كتصورش. الا مشيتوا للشارع راه كتشوفوا كي داير، سواء خسروا مع احسن فريق في العالم، وانتم كل شيء عارف، الجمهور كل شيء عارف، وبرافو الرجاء. ديما رجاء الدراري ديال الرجاء، تبارك الله عليكم، حمرتونا وجهنا، ديما خضراء وديما رجاء، العز العز عليكم، تبارك الله عليكم. بالعكس، بداية باسم ساكنة مدينة قليمين بوابة الصحراء المغربية وجميع مدن الصحراء المغربية، أتقدم التهاني لكل مكونات فريق الرجاء البيضاوي على العرض الكبير اللي قدموه، فقد هزموا العياء وهزموا كبريات الفرق العالمية، ويكفينا فخرا أن نهزم أمام الفريق البافاري ماكينات ألمانية، يعني تلعب بواحد التميز كبير. ولا يسعني إلا أن أهنئ فريق الرجاء وأقول ديما ديما رجاء، وبرافو لكل مكونات الرجاء البيضاوي. ما خسراتش، ما خسراتش من وصلت لهذا المستوى، ما خسراتش باسكو لعبوا زعما عمرهم كانوا كينتظروا باش غادي يوصلوا لهذ المرتبة هذه، مي برافو بالنسبة لي أنا ما خسروش، وعاش الرجاء وديما رجاء، برافو عليهم وما شاء الله عليهم.